في تونس ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحم يقارب 30 ديناراً، ووزارة الشؤون الاجتماعية تسند للعائلات المعوزة إعانة العيد قدرها 35 ديناراً، وثمن الأضحية بين 500 و700 دينار، فما عسى العائلات محدودة الدخل أن تشتري السطورة لقص اللحم أم الفحم، أم تخصص المبلغ لكراء شاحنة لنقل علوش العيد أم ماذا؟ مش عايدوا بها؟ لما تقل على 600,000 مش عايدوا 35,000، ولكن جيت كيفهم عائلة الموزة كل 10 عائلات ولا 20 عائلة يتشاركوا بك 35,000 هذيك اللي عطاه، ويحد ياخو علوش رئيس الحكومة، ويحد ياخو علوش رئيس الدولة المؤقت اللي حاطينه، الآخر ياخو علوش رئيس مجلس النواب، ويحد ياخو علوش رئيس الغنوش، يا أخي كل عباد 35,000 تيكيلو لحم ب 30,000 كيلو لحم العلوش، عاطينهم 35,000. يا اختي شو غلك ربي يستر والله، ولا يحبوا العباد تولي تفك لبعضها والعباد تشعل، يحبوها تولي حرب عليه في البلاد هذي، من بعديك هما شو يخسروا، كل واحد قطع طيارة على روحه لبرا ونقعدوا نحن لهنا فيه. 35 كيلو ما تجيبوش، بالرسمي تحب نحكي كيلو ما تجيبوش 35، ايش نعمل؟ خطوز اللي اعتدت به هذه حق كيلو لحم، راهي مشات لك المساكن الساعه، اكل تحت الحيوت، اكل العباد الفحال، اكل الشباب البطال، ها اكل الشباب اللي ولي كل دروغيس، علاش؟ خاطر من قله بصراحه الوجد نتاع تونس، ها 30 والله كان مشوا رموها بصراحه 30 ارموها حتى في البحر وما عطوهاش للمساكن، بالرسمي علوش تو تمشي قدك العلوش ها ب 700,000 700,000 العلوش يعطوا ميحش مش عروعهم تو يعطوا 30 و35 خسار، كانوا تو نمشي نعطيهم تو انا نعطيهم حق زوز كيلو لله الربي، مش نعطي يحش مش يعطوا 35 خساره ولا خساره. ولا شيء يأسف شيء يأسف شيء يأسف، 35 شو يعملوا؟ ما عطاهمش خير، هذه عمليه نتاع اذلال، دوله مش قاعده تراعي في الشعب بتاعها. اش معناها واحد عنده 35 دينار يقول له برا هذا تاع علوش، علوش جيب علوش، حتى القرون ما يجيبوش 35 دينار، شيء فضيحه فضيحه فضيحه. هذوما قاعدين يتبعوا العباد ولا بالحق، معناتها الناس تعاني والناس ربي يعلم بها ربي، وزيد يعطوهم 35 هذوما حتى باش تهزهم للرحبه ما تهزهمش، ما توصلهمش حتى للرحبه. معناتها والله العظيم شيء اسف، اقسم بالله العظيم شيء، وهما شيخين وتله وعاملين جو، ولادهم تقرا لبرا وعاملين جو، والشعب كما تشوف. الله غالب، هذه المشكلة الكبيرة اللي في تونس، الله غالب، فماش حتى واحد يحس بالزوالي، الله غالب. 35 دينار برشا فلوس حتى تحسها، لأنه بالرسمي اليوم الدولة محطوطة في خيار، يا إما باش تمشي نحو مساعدات اجتماعية يعني حقيقية، والمساعدات الكرتونية ذي فقط باش نقولوا راهي الدولة قدمت مساعدات وفيها تطيح قدر للمواطن التونسي وفيها تطيح قدر للزوالي التونسي الولد الشعب. اليوم الطبقه السياسيه اللي تحكي على الزوالي والانتخابات، يعني احنا بالاخص توا في فتره انتخابيه الناس الكل يعني رجعنا للديسكور نتاع الشعب الزوالي والشعب المسكين والشعب اللي ما عندوش. اليوم هذو من الناس الكل يعملوا لقطه بالطريقه هذه، سقطة من السقطات التاريخية في تاريخ السياسة التونسية وفي تاريخ السياسيين التوانسة. يعني اليوم عائلة تمدلها 35 دينار يعني كمساعدة اجتماعية، شنية تقصد بها 35 دينار؟ تعرف شو معناها 35 دينار؟ يعني اليوم معلوش ما يززيش حتى عائلة برو ب 400 وب 500 دينار، 35 دينار متاع شنية؟ ما تقدمش مساعدات اجتماعية وما تعطيش مساعدات اجتماعية، ثم أفضل من أنك تعطي مساعدات اجتماعية بالطريقة هذه، بطريقة مهينة، بطريقة فيها استخفاف بكرامة المواطن التونسي. المواطن التونسي يرد بالك رو عنده خشم بدرجة عالية جدا، رو ما يرضاش أنه أي شخص يجي يهينه بالطريقة هذه. اليوم الدولة للأسف اليوم الدولة تهين المواطن التونسي بالمنحة هذه متاع 35 دينار. الدولة أهانت المواطن التونسي في الصحة متاعه، أهانت المواطن التونسي في التعليم، لأنه اليوم التعليم احنا على موسم دراسي قادم، شنية حضرت الدولة للتعليم؟ شنية حضرنا للتعليم؟ اليوم يوسف الشاهد وجوقته والمعارضة وجوقتها والناس الكل وجوقتهم، اليوم شنية حضرتوا للمجتمع التونسي والشعب التونسي؟ اليوم حضرتوا له 35 دينار المهينة هذه، خليوا ال 35 دينار عندكم واحفظوا كرامة الشعب، والشعب مستغني على ال 35 دينار متاعكم هذه،
وبكل صراحة يعيش الشعب التونسي العظيم اللي مش محتاج ال 35 دينار متاع الإهانة هذه. بالله يسأل يوسف الشيخ باش ياخذ بها الدجاج، باش ياخذ بها السردينة، باش ياخذ بها شنو، يقول له 35 دينار شكون باش تعطيها؟ كان زدتوها على حاكم خير تمكوا على الشعب وماتوا الشعب ضحكة، مدامكم ماكش مفيقين على رواحكم، ال 35 ألف يمشي للزازار يشم السكينة ويروح، ولا يشم الساتور، ولا يسكن قدام باب الزازار يشم الريحة، يزي فيقوا على رواحكم، الشعب عملتوا كركيرة فلوس تعبت كليتوها، فيقوا يا شعب يا دولة فيقوا على رواحكم، مش حتى الدجاج ما يجيبش 35 ألف. والله ال 35 دينار معناتها شو نقول لك أختي، 35 دينار حتى لا كانون يجيبوا. لا العلوش هذاك ما قال حد لحد باقيين الكانون الفحم في اعتقادي شويه فحم وكاو شويه فحم زاد 35000 تشوي كبير تطلع بيت بالقاهره كهو شنو تشوي 5 دي كيلو علوش ب 30000 اش باش تشوي والله حرام عليهم بالحق حرام عليهم ما فهمتش انا 35000 القروضات اللي خذيتها تونس من الثوره وانت راجع كان عملوا بها مشاريع انا اغنى دوله في العالم هم ما فهم حد شيء 35000 حسيبهم ربي حسيبهم ربي بالله كلمه واحده راهي كان ديمت للي قبلكم راهي ما جاش لكم انتم لكم اقوى من بن علي لكم اقوى من مكينة بن علي لا حد شيء والعبيد كي قلت كتمنوا فرقعت راهي كان ديمت اللي قبلكم راهي ما جاش لكم انتم حطوها في مخاخكم هذا وتذكره ده نهار تهيج عليكم العبيد تعرفوا تونس بالحق ما نجم يعمل بهم حد شيء شنو باش يعمل بهم 35 دينار حد شيء بالعكس تسمى معناتها تمسخير عليه نجم يعملوا له حد شيء نورمالمون يتلفتوا برشا حاجات اخرين اهم من حاجتها كمان 35 دينار ما تعيط الجملة اي معناه لازمهم يزيدوه شوية 35 دينار ما همش باش يزيدوهم ومعطوهم 35 دينار انا ما نقبلش 35 دينار وما ظهر لي كان فما حد يقبل 35 دينار شوية بالنسبة للمواطن التونسي ما نجم يشري بها حد شيء له كان نصف لتر زيت 500 غرام ملح ويستنى حتى باش يجي اللحم من عند رب العالمين يمكن يقضيوا ال 35 دينار سينو بالنسبه للمواطن التونسي ونحن كتوانسه وكل شيء ونحب نعيش وكنا نعيش وكل شيء ما يعملونا حتى شيء لا بالنسبه لواحد صغير بيبي ولا حاجه باش تمشي تشري له كادو مينيموم 50 دينار بالنسبه ل 35 دينار اللي حق فكر وقرر باش يعطيه للمواطن التونسي ينجم يستحفظ بهم عنده حتى نجم تكون معناتها تونس ترجع تقف على ساقيها وتولي 350 دينار في عاد 35 دينار ينجم الواحد يشري بهم علوش كما قبل كنا نعيش وكل شيء تو العلوش معناتها أجنبي وفي حالة معناتها كبيرة وغالي وكل شيء بالنسبة ل 35 دينار أنا كمواطن تونسي نقول له بارك الله فيك وإذا كان يصرفوه هو وينجم يشرب بهم قهوة وباكو دخان ما نصورش في تونس. والله بالنسبة لي أنا يعني فهمتي 35 دينار نشوفها أنا خويا يعني يعني كيلو لحم وكيلو لحم سعر 35 دينار تو شوفها يعني حاجة نورمال الدولة 35 دينار يعني أنا راه فيها مش هكا يعني هو فهمتي عائله معزه 35 دينار يعني ما تعمل له شيء صراحه ياخذ شويه فحم شويه ما تعمل له شيء 35 دينار ما تغيرش من واقع انسان عيب والله العظيم عيب قسما بالله مش لو جيك حتى طرف 35 دينار شنو باش تجيب معدنوس سلق ما تجيش معناتها جمل والله ما تجيها جمله 35 تضحك والله تضحك وكهو وربي يوصل بالخير وكهو واحد ما عنده ما يحكي والله العظيم ان شاء الله لاباس ومش مشكلة عيد راه إن شاء الله تمشي الأمور باهية وتتنحى علينا الحكايات هذه الإرهاب والبيعات هذه اللي نسمعوا فيها تويكا معناتها الحكاية تزيد نحن الناس عايش زواولة نعيدوا مع بعضنا ناكلوا مع بعضنا اللي عنده يعطي اللي ما عندوش باش تمشي الأمور باهية الأكثر الأقل ومادام كان ربي في الدنيا هذه لا عيد لا حتى شيء. أنا نعتبرها مهزلة من مهازل حكومة الشاهد 35 دينار في حين ان الاضحى تكلف معناتها اسواق خياليه ب 650 ب 750 دينار هذا يسموه ضحك على الذكون وديجا هي مش ليست غريبه على حكومه الشاهد لان هي فرضت نوع من الضريبه حتى على معناتها على العائلات المعوزه في الدخل نتاعها. تمسخروا على المجتمع 35 دينار هذوما حق كيلو ونص لحم بالنسبه للمستوى المعيشي الحالي بتونس يعني ما يجوش حق نص كيلو ونص لحم. هذوما انا نصدق نقدهم مرتين من العيد نتاعي بحيث اذا كان على الحكومه تنجم تعمل مجهود اكثر
وتاخذ بعين الاعتبار وضعيه الناس المحوسه. هذا فلوس يعيدوا بهم؟ ماهيش فلوس. مش هذاك المزمره ماهيش فلوس. نمورا 300 500 مش 200 مش 35000. انت ما تجيبوش حتى شريك 35000 هكا هو. ربي يهدي هكا هو. وان شاء الله نعايدوا كيما الناس واقل من الناس وخير من الناس. اللي عنده فلوس يعايد اللي ما عندوش يقعد يرتاح. 30000 تعيد هو عيد عليهم. شيء ما تجيب 30000 هو ايام الدينار ممكن تجيب. اما توا يقولون لهم 30000 عندي انا عليهم. فهمتني؟ وما المفروض لو كان يصارعوا الشعب بالحقيقه. فهمتني؟ وعلاه ما جتش قبل هذه؟ جت توا في الانتخابات باش كل حد يجبد الروح وثم ما يقولوا او سي فلان بي وكذا وماذا بينا او سي فلان توا نشوفوا كيفاش وعمل لنا وعمل لنا. ناس قليل الشعب التونسي كل شيء يجد عليه وتعبانين. ناس تعبت. اش تقصد الدوله من مساعده كيما هي؟ مساعده زاهده جدا جدا. 35000 اللي تحكي عليها حتى كيلو علوش ما تجيبوش. بشر يتعدى على الجزار يغذي عينيه ويتعدى. يغذي عينيه ويتعدى خاطر ما مسكين ما عندوش. لا حول له ولا قوة الا بالله. من بعد الثورة ورد جاء تقطعنا قطعان بالزيادات. تقطعنا قطعان. واللي يجي يوصي خوه. اللي يجي ما شاء الله عليه يوصي خوه. اللي هذا جيب شكارته تاع الذبوت وعباها وقص. انا رايي هذا معناتها ما يجيش جمله 35 دينار معناتها 35 دينار معناتها باش ياكل باش ياخذ كيلو لحم به بالضبط ياخذ كيلو لحم ويمشي خمم ويمشي شويه. القوه معناتها حاجه ما تجيش باللوجيك مع كل احتراماتي للدوله ومعناتها اللي بدات الثوره برشا معناتها برشا فلوس دخلت لتونس واحد وتوا جاي عيد. والعلوش شوف راحت الملاسين وبرشا رحبات معناتها العلوش غالي ياسر وفما ناس زوايل مساكن ما عندهمش باش يشدوا علوش الصغار يبدوا يفرفتوا على الكبش وعلى العلوش مساكن نور مرموع من الثوره لتو المال اللي عندنا الفورماسيون تاع المال اللي دخل تونس برجوليه الدوله يلزمها تطبق القانون وتطبق الانسانيه يلزم السنة الزوالي كل عائله عندهم اولاد صغار وكل واحد عنده علوش مش 35 ال 35 هذه تلش يعملوا بها ال 35 هذه يمدوها لاولاد ومش يعملوا فلاك باش يمشوا هما مع كل احترامات هذه باهيه هذه باش يفهموها يستوعبوها مع كل احترامات ال 30 هذه يمدوها لاولادهم باش يمشوا للاك باش يعملوا بها قهوه والزوالي يعطوه علوش كما كل انسان في العالم باش يعيد عيد الاضحى نتاعو. تو بربي فهمتني لا 35 دينار في الوقت نتاع تو وفي الظروف نتاع تو وفي فهمتني لا غلاء المعيشه فهمتني لا في الوقت الحاضر هذايا ضحك على الذقون لا اكثر ولا اقل. دوله لو كان فهمتني لا تبنات فهمتني لا الزواولة نتاعها وخذت معاهم قرارات فهمتني لا حاسمه فهمتني لا رانا ما وصلناش فهمتني لا باش نمدوا يدينا ل 35 دينار. 35 دينار تو تقعد في القهوه فهمتني لا تو ما يجيبولكش قهوتين ودوز باب الزمان. شنو 35 دينار؟ على شكون؟ انا دوله وانا فهمتني لا 35 دينار. هذايا صراحه انا كمواطن نقول لك راهو مش نقول لك ضحك على الذقون باش نقول لك فهمتني لا هذايا اهانه للشعب التونسي. المواطن التونسي توا كي تمد له 35 دينار اللي عنده فهمتني لا ثلاثه صغار وربي يعلم بيه وسيف ومكتب جاي وعيد وما نعرف شنو تمد له 35 دينار شنو باش يجيبه توا؟ شنو باش يجيب؟ شنو باش يعمل له؟ تمد له فهمتني لا 500000 العلوش بمليون و200 ناس مش واصله فهمتني لا مش خالطه العباد باش تاكل الخبز تقول لي فهمتني لا نمد له 35 دينار واعانات اجتماعيه. اعانات اجتماعيه بربي مع احتراماتي فهمتني لا ليكم الدوله هذه فهمتني لا كان خذات اتجاه اخر والحكومه هذه كان خذات اتجاه صحيح فهمتني وتبنت الزواوله بالصحيح ها راهي تحلت الاشكاليات تاع الاعانات الاجتماعيه وفر له خليه يخدم توا فهمتني لا ما عادش يمد يديه فهمتني لا باش ياخذ ما عندك 35 دينار. 35 دينار انا نمدهم لولدي توا صدقني فهمتني لا في نهار اللي يرجع منهم اللي دوروا اللي يرجع اللي عنده هو ينجم يمد واللي ما عندوش شنو باش يعمل؟ يعني كي تقول لي 35 دينار بالنسبه لي سؤال غير قابل للطرح.